تزامنت مع يوم المرأة العالمي وكأنها هدية المستشفى الأهلي لذوي الفقيدة التي كانت ترغب بتحقيق حلم الأمومة، إلا أن الأخطاء الطبية وتغيير الطبيبة التي من المتفق أن تجري العملية بطبيب غير عراقي أدت إلى خسارة شابة صدم فقدانها ذويها وأفجعت المقربين منها. مسوين تحاليل، يعني واحد يريد يجرى أنابيب غير يسوي له التحاليل تخص بالأنابيب، قالوا عندها ضغط ما عندها ضغط، قالوا عندها دهون ما عندها دهون، هاي التحاليل غير تجرى، قالوا والله احنا ما عندنا هاي اجراء التحاليل ما عندنا بالمستشفى، انتم غير تقولون بيها ضغط، يعني انا اراجع على عمليه اقول لك بيها ضغط؟ الله اكبر الله اكبر عليهم، ان شاء الله يظهر الحق. نطالب وزير الصحه ومدير الصحه بالبصره بتشكيل لجنه نزيهه نزيهه نزيهه. طال انتظارنا داخل المستشفى الذي حصلت فيه حالة الوفاة دون الحصول على إجابة منهم، لنكمل الحديث داخل مجلس عزاء الفقيدة، فلا يعمم ذويها وإنما يشخص ما حصل لهم داخل مستشفى يفتقد لقسم العناية المركزة ولا يملك مركبة إسعاف حتى. اليوم أنا فاتح مو فاتح لي كشك مال شوكليت وبرتقال، هاي مستشفى بيها الناس تجي، ناس تراجع بيها وناس تجي، يعني تتعلق بسلامة الناس. أنا اليوم ملزم كدولة أو كجهات رقابية أنه تعال يا مستشفى عندك سيارة إسعاف؟ يقول لك لا والله ما عندي. هاي أخليه يعني زين، الحالات الطارئة اللي صارت مثل هيجي أنتظر أنا ودي العناية المركزة، بعد لو عندي بالمستشفى يكون عناية مركزة حتى أنقلها بنفس اللحظة وأسيطر على الوضع. حتى لحظة إعداد هذا التقرير لم ولن نحصل على تصريح أو تبرير من قبل إدارة المستشفى الأهلية. من البصرة أركان تقي، قناة التغيير.